يعد تحفيز الشباب على التحلي بروح المبادرة وتعزيز الإيجابية لديهم عوامل هامة لإطلاق طاقاتهم والاندفاع نحو تحقيق الأهداف، وخاصة من خلال الفعاليات الثقافية التي نشهدها على أرض الواقع. رح نحكي أكثر عن فعالية حملت بين طيات الشعر والأدب والفن لمجموعة من إبداعات الشباب السوري في المركز الثقافي في دمشق. أكيد ليلى، لنتعرف أكثر عن هي الفعالية معنا الأستاذ باسل هاشم، مدير نادي إبداعات الثقافي الفني السوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الفعالية، خلينا نحكي عن الأعمار المستهدفة اللي كانت مشاركة بالفعالية. فعالية هنا دمشق هي فعالية من فعاليات النادي اللي بنقيمها بشكل شهري ودوري. هي الفعالية بالذات كانت متميزة بعنوانها، نحن حبينا نطلق هذا العنوان. طبعا الفعالية حتكون بشكل دوري كل شهرين تقريبا بنفس العنوان. ضمنت الفعالية شعر وغناء وموسيقى وعزف، وقدمنا فيها سكتش مسرحي مونودراما. شارك فيها مجموعة شعراء منهم فؤاد علي حبيب، وداد السلطان، نانسي عزام، والشاعر أيهم الحوري. على الصعيد الموسيقى شارك المايسترو عدنان الحايك بمعزوفات ومقطوعات موسيقية. غناء شاركت موهبة جميلة اسمها ريم أسعد، سمعتنا أغاني لفيروز بطريقة جديدة طبعا، موزعة توزيع جديد. زينب أحمد قدمت طرب. نحن عم نحكي عن شعراء كبار ومواهب. ايضا شارك معنا موهبه صغيره بالعمر بالعزف على الكمان. قدمنا سكتش مسرحي بعنوان الحلم، قدمه الفنان ربيع حرب، وكان لاقى صدى كثير حلو. عن شو بيحكي؟ هلا هو بيحكي عن الواقع الانساني بشكل عام، يعني حاله انسانيه. الفعالية كانت لدعم المواهب الشابة انه يتواجد معهم حدا كبير، يعني حدا مثل الاستاذ عدنان الحايك كبير، كان معه عازف كمان ايضا شاب عمره 15 سنة، فهو دمج الخبرات بين بعض، لانه اثناء التمرينات والتدريبات والتحضيرات للفعاليات نحن بنكون موجودين مع الصغار، بنقدم لهم رعايه وبنقدم لهم توجيهات. استاذ، رح نكفي اكيد حديثنا معك، ولكن خلينا نروح ونتابع اجواء الفعاليه كيف كانت وبنرجع. كذبت حبك حرام عليك
استاذ باسل كنا عم نتابع معك بعض المقتطفات من هي الفعاليه وذكرت نقطه كثير مهمه تحت الهواء. عم نحكي انتم فريق تطوعي، دائما بنشوف الفرق التطوعيه هي بتتجه نحو العمل الانساني، نحو العمل الشريك للنهوض بالمجتمع. انتم للنهوض بالمجتمع من خلال باب الثقافه، يعني اول فريق تطوعي هو ثقافي فني فينا نقول، وهي كمان نقطه مهمه وجميله. اليوم من كذا سنة انطلق أكثر من فريق تطوعي اجتماعي ومثل ما ذكرتي، لقينا أنه ما في نادي ثقافي وفني كفريق تطوعي. انطلقنا بهي النادي، كانت الغاية هي دعم المواهب. مشكورة وزارة الثقافة بنت الفكرة وقدمت لنا مساعدات كثير وقدمت لنا مراكزها، فتحت لنا الأبواب يعني على من أوسع. بنوجه لهم تحية من خلالكم أكيد للعاملين بوزارة الثقافة ومدراء المراكز. من قيم فعاليات شهرية مثل ما حكينا، نحن في معنا بالنادي يعني فنانين وأدباء وشعراء عم يشتغلوا بشكل تطوعي. أكيد نحن بدنا نوجه تحية لكل الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا بشكل تطوعي، وبدنا نتمنى التوفيق لكل المواهب، وأكيد تجيها فرص مناسبة وتندعم بشكل أكبر وتظهر إلى الناس وتوصل إلى العالمية. شكرا كثير لك أستاذ، أهلا وسهلا ونحن نشكركم. شكرا كثير لكم. بتحب تضيف بالختام كلمة أخيرة ولا؟ هلا اذا يا ريت نحكي عن جديدنا، يعني نحن في عم نحضر حاليا لفعاليه بتحكي عن التراث السوري. حنقيمها الشهر الجاي ب 22 تشرين الثاني بالمركز الثقافي بكفر سوسه. حيكون فيها كمان مجموعه مواهب حيقدموا تراث سوري كمان مع مجموعه فنانين. شكرا كثير لك. نشكرك أكيد. شكرا كثير لك، ونتمنى لكم التوفيق بفعاليات ثقافيه وفنيه اخرى. شكرا كثير لك. شكرا لقناتكم ولاهتمامكم.